مرحبا واهلا وسهلا بكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا التي نتكلم فيها عن القضايا السياسية في كندا. تناولنا في هذه سلسلة هذه الحلقات عدد من الأحزاب السياسية التي تلعب دور مهم في المجتمع الكندي وخاصة على المستوى الفيدرالي. وتكلمنا عن كل حزب في حلقتين، حاولنا أن نغطي جميع جوانب هذا الحزب، واليوم سنبدأ في التكلم عن الحزب الأخير في هذه الأحزاب الفيدرالية. سيكون لنا كلام عن أحزاب أخرى ولكن هذا عن الأحزاب الفيدرالية. اليوم سنتكلم عن الحزب الليبرالي الكندي. طبعا قبل ما نبدأ في الحزب الليبرالي بنحكي للجميع كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الجميع باليمن والبركات والخير والسعادة، وإن شاء الله بدون كورونات في الحلقات القادمة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وجمهورنا الحبيب بخير، وكل عام والعالم كله بخير. احنا نتمنى الخير دائما لكل العالم وتحيتهم دائما سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنبدأ بالحامي دكتور جمال. ايوه طبعا حنوصل لدائرة اتخاذ القرار. اليوم تعرف اللعبة زمان لما كنا نلعب حامي بارد، اللي بيقرب على الخطر بيصيروا يحكوا له حامي حامي، واللي بيصير يبعد عنه بيحكوا له بارد بارد. فاليوم احنا حنقرب على اللون الاحمر ونبدا بحزب الحكومه، الحزب الليبرالي، وهو الحزب الحاكم. وطبعا كالعاده احنا بنحط حالنا في موقع الاسئله، وبنعطي الخبز لخبازه، وبنعطي صاحب الحرفة يتحمل مسؤولية حرفته. ومعنا كعادتهم المتألقين دائما الدكتور نور القادري والأستاذ حسن غية. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير، ونتمنى عيدا مباركا لجميع المشاهدين والمستمعين، وإن شاء الله في الأعياد القادمة نكون كما قلتم قد تخلصنا من الكورونا ومن الحجر الصحي ومن كل هذه من الوباء والبلاء. آمين. كل عام وأنتم بخير. أسعد الله مساءكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام أنتم بخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وبالطبع الأخوين اللذين لا ينضب زيتهما دكتور جمال شريف ومحمد تميمي وزميلي الأستاذ حسن، يعني كانت حلقات كلها مميزة، ووصلنا على الحامي والبارد هلا. أيوة وصلنا على الحامي. دكتور نور، اليوم احنا في الحامي. أنت بالحامي أنا لا. بشكل عام طبعا الأحزاب السياسية في كندا، احنا صراحة يعني انا فخور في سلسلة هذه الحلقات اللي كان فيها كلاكما، لأنكم كنتوا تعطوا رأيكم بشفافية ووضوح وموضوعية دون إدخال الرأي الخاص. يعني كنتم تعطوا الرأي العام ودعوتم، وهذا طبعا يعد لكم وليس عليكم، دعوتم للاندماج بجميع الأحزاب التي تكلمنا عنها لنكون كجالية عربية داخل صنع القرار وليس خارجه، أو حتى لا نكون حتى بعيدين عنه. فأشكركم على كل ما أعطيتموه، يعني الأصوات اللي سمعناها والناس اللي أعطونا فيدباك كانت كلها إيجابية ولله الحمد. فحتى بعضهم كان يتوقع أنكم أعضاء بالأحزاب الأربعة السابقة كاملة وما يدريك. يعني أنا فعلا فخور بهذه الحلقات. اليوم سنتكلم عن خامس وآخر الأحزاب السياسية الفيدرالية التي موجودة في البرلمان الحكومة الفيدرالية الكندية، ويعتبر من أكبر الأحزاب عددا وسنوات في الحكم، دائما يتناوب بين الليبراليين والمحافظين. فنبدأ بهذا الحزب، متى تأسس؟ كيف بداية هذا الحزب؟ دكتور نور. أسعد الله مساءكم جميعا. أولا يعني أود أن أبدأ بعدة توضيحات. أني أنا كنت عضو في الحزب الليبرالي من العام 2002 للعام 2016، كنت عضو باللوريا كلب من 2005 إلى 2016، وكنت أحد أعضاء حملة قيادة رئيس وزراء الحالي ترودو في العام 2012 2013، وكنت مدير عام العلاقات الاستراتيجية في الحزب الليبرالي في العام 2008 عقب فوز ستيفان ديون، وكنت قد شاركت بالحملة في العام 2006 إلى 2008 بدعم جيرار كندي لزعامة الحزب. فأنا لست غريبا على هذا الحزب. تركت الحزب في العام 2016 بعد ما كان في الكثير من علامات الاستفهام عن الأداء على المستوى العام، وليس على غرار ما يقول البعض على المستوى الشخصي، لأنه أنا قد أسيت الكثير في الحزب الليبرالي في العام 2007 و2008 و2010 و2014، وبقيت عضوا في الحزب وناشطا وعاملا. لكن في العام 2016 كانت القشة التي قسمت ظهر البعير على المستوى العام في إخفاقات هذا الحزب. الحزب الليبرالي الكندي هو الحاكم الطبيعي في كندا، فلو نظرنا إلى 100 سنة السابقة فيمكننا أن نقول أنه حكم لمدة أكثر من 70 عام، يعني هنالك استثناءات. يعني من 1920 كان ماكنزي، اجى بنت لحزب المحافظين لمدة 5 سنوات بالجريد ريسيشن بال 29 ل 35، بعدين رجعوا الليبرال، اجى دايفن بيكر بال 57 كم سنة كمان، ورجعوا حكموا الليبرال للعام 1979 عندما جاء الحزب المحافظين بحكومة أقل من 9 أشهر بزعامة جو كلارك. استثناءين سريعين في العقود الثلاثة الأخيرة، جاءت من أو الأربعة الأخيرة من براين مروني، حكومتين أغلبية من 84 ل 93، وستيفن هاربر بحكومتي أقلية وحكومة أغلبية من العام 2006 للعام 2015. إذا تجمع كل الحكم الكونزرفتيف بال100 سنة السابقة لا يتعدى 30 عام، بينما الحزب الليبرالي هو الحاكم الطبيعي في ولأنه هذا الحزب في الكثير من الأمور، يعني يعني لن أطيل الكثير، سأعطي مجال لزميلي حسن لتتكلم بعضا عن الحزب الليبرالي، وأعود إلى الكلام في هذا المضمار. تفضل دوري أنا. طيب. نعم تفضل. أسعد الله مساءكم. للتوضيح فقط، كما كنا في الحلقات السابقة أنا وزميلي الدكتور نور كنا دائما نتحدث بكل شفافية وبكل موضوعية وبكل أكاديمية عن الأحزاب الأخرى، ولن يتغير الوضع اليوم. صحيح أن أخي وزميلي الدكتور نور كان عضوا في الحزب الليبرالي وله تجاربه في الحزب الليبرالي، وأنا حتى الآن لا أزال عضوا في الحزب الليبرالي ولي تجاربي داخل الحزب الليبرالي. تجاربنا تعطينا معلومات ونحن نستعمل بعض هذه المعلومات. إذا قلت لكم أنني سأتجرد نهائيا من هذه التجارب لن أصدق نفسي ولن تصدقوني، ولكن لا أدع مجالا لهذه التجارب، سواء كانت تجارب جيدة أو تجارب غير أقل من جيدة، لا أسمح لهذه التجارب بأن تدفعني للتحيز لصالح هذا الحزب أو ضد هذا الحزب. نحن نريد أن نقدم المعلومة كما هي للناس، ونترك الناس يختارون ما يشاءون لخدمة عوائلهم ولخدمة بلدهم ولخدمة جاليتهم. هذا للتوضيح. كما تفضل الدكتور نور، فعلا الحزب الليبرالي حزب ضليع وتناوب على السلطة مع حزب المحافظين في القرن الماضي. أشار زميلي الدكتور نور، ولكن وضح للتدقيق، في القرن العشرين الحزب الليبرالي حكم 69 سنة من أصل 100 سنة، 69 سنة. وكل زعماء الحزب الليبرالي أصبحوا رؤساء وزراء. هنالك ثلاث استثناءات، إدوارد بليك وستيفان ديون ومايكل إغناسيف. كل زعماء، كل من وصل إلى زعامة الحزب الليبرالي ما عدا هؤلاء الثلاثة أصبح رئيسا للوزراء. ونحن الآن نعيش فترة الحزب الليبرالي كذلك هو يشكل الوزارة. بدايات الحزب، في البداية عندما تأسس الحزب كان الذي يسيطر على الشأن السياسي بشكل عام كان المحافظون، ولكن شيئا فشيئا كان يأتي رئيس وزراء من المحافظين الليبرالي، يأتي بعده اثنان أو ثلاثة من المحافظين ومن ثم الليبرالي. ولكن هذا في القرن التاسع عشر في البداية. يعني بإمكاننا نقول أن الحزب الليبرالي، تاريخ الحزب الليبرالي يلخص تاريخ كندا، وتاريخ كندا يلخص تاريخ الحزب الليبرالي. في البداية عندما بدأ كان كما قلنا المحافظون هم الذين يسيطرون، وشيئا فشيئا أخذ الحزب الليبرالي دورة ووصل إلى ما نحن عليه الآن. الحزب الليبرالي بشكل عام، طبعا سنتطرق إلى هذا فيما بعد، حزب وسطي، حزب يعتبر نفسه حزب وسط، ليس هنالك أيديولوجية محددة لنقول أنه هو يسار أو يمين أو كذا. هو ككثير من الأحزاب الكندية هو حزب تحالفات مصالح وتحالفات أيديولوجيات. فيما مضى حتى عام 2014 تقريبا كان هنالك بعض الأحزاب الليبرالية في المقاطعات جزءا من الحزب الليبرالي الفيدرالي، ولكن من عام أتصور 2014 استقلت هذه الأحزاب عندما كان هنالك تعديل دستوري للحزب الليبرالي الفيدرالي، وفصل فصلا تاما ما بين ساحة المحافظة وساحة الاتحاد، فأصبحت الأحزاب الليبرالية في المحافظات مستقلة استقلالا تاما. عدة أحزاب منها لا تزال سياساتها قريبة من تنسق مع الحزب الليبرالي، وسياساتها قريبة من الحزب الليبرالي، ولكن هنالك أحزاب أخرى كالحزب الليبرالي في كيبيك، وهو الحزب الليبرالي في كيبيك سياسته بعيدة كثيرا عن الحزب الليبرالي الفيدرالي، وبإمكان الأعضاء في الحزب الليبرالي الكيبيكي أن يكونوا أعضاء في الحزب الليبرالي الكيبيكي على صعيد المقاطعة، وفي أحزاب أخرى غير الحزب الليبرالي الفيدرالي على صعيد الفيدرال. نعطي مثلا شاري، مثلا جون شاري كان ليس فقط كان عضوا في حزب المحافظين على الصعيد الفيدرالي، كان على الصعيد الفيدرالي في فترة من الفترات كان زعيما لحزب المحافظين، ولو نجح الحزب المحافظين لكان رئيسا للوزراء، ولكنه على صعيد المقاطعة كان ليبراليا وأصبح رئيسا لوزراء كيبيك. إذن هنالك كذلك هنالك الزعيم السابق للديمقراطيين الجدد، كان زعيما للديمقراطيين الجدد، نور شو اسمه اللي بابري، لا 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 شو اسمه مباشرة بعد قبل توماس مولكير، غاب عني اسمه سبحان الله، توماس مولكير قبل أن يصبح زعيما قبل أن يصبح يدخل في الحزب الديمقراطيين الجدد، وقبل أن يصبح نائبا عن الديمقراطيين الجدد كان وزيرا في حكومة كيبيك، وزيرا للبيئة، وعن الحزب الليبرالي. نرى من هنا أن هنالك أعرف الكثيرين هم على الصعيد الفيدرالي الليبراليين والصعيد المحلي في أحزاب أخرى كالكاك مثلا أو الحزب الليبرالي أو غير ذلك، ولكن قد نجد صعوبة أن نجد عضوا في البارتي كيبيكوا أو كيبيك سوليدير في المحافظة وعضوا في الحزب الليبرالي على الصعيد الفيدرالي، لأن هنالك تعارض أيديولوجي مهم، لأن هذان الحزبان حزب التضامن حزب كيبيك سوليدير حزب التضامن الكيبيكي والحزب الكيبيكي لبارتي كيبيكوا يناديان باستقلال بانفصال كيبيك عن كندا، بينما الحزب الليبرالي يناضل من أجل الحفاظ على كندا كدولة واحدة كدولة موحدة. لذلك تستطيع هنالك في نوع من تفضل أستاذ محمد. أنا أريد أن أعود بالسؤال للدكتور نور على موضوع التأسيس ومرحلة التأسيس، وهل الحزب الليبرالي الكندي حزب كندي خالص بدأ ليبرالي بدأ بهذا الشكل أم حدثت عليه تطورات؟ هل له إرث تاريخي من أحزاب سياسية أخرى؟ وهل له امتدادات خارج كندا بدأ منها ثم انتقل إلى كندا؟ هذه مرحلة التأسيس يا ريت تحطنا في أجواءها دكتور نور من حيث الإرث التاريخي والامتداد الجغرافي. منظومة الليبرالية هي منظومة عالمية تنضوي تحت ما يسمى ليبرالز انترناشونال أو الليبراليون الدوليون أو الأحرار الدوليون. هم ينادون بالوسطية كما أشار زميلي حسن، لكن الوسط مطاط، وحسب ما قلنا في الحلقات السابقة أن زعيم الحزب له تأثير كثير على الحزب، فنجد بداخل الحزب الليبرالي أن الحزب كان وسطيا واسعا يمد إلى اليسار وإلى اليمين في نفس الوقت، في بعض الأحيان كان وسطيا ضيقا كانت دائرته ضيقة، وفي بعض الأحيان الأخرى كان يميل إلى اليسار أو إلى اليمين. فمثلا بيير إليوت ترودو يعد من اليساريين في الحزب، جون كريتيان يعد من اليساريين في الحزب، بول مارتن على الجانب الآخر يعد من اليمينيين في الحزب، كان أقرب إلى المحافظين. وكنا نرى هذه الأمور، مثلا عندما كان بول مارتن زعيما للحزب الليبرالي كنا نرى بعض المنشقين عن حزب المحافظين الذين انتموا إلى الحزب الليبرالي، رأيناهم في أماكن وزارية مثل بليندا ستروناك التي ترشحت ضد ستيفن هاربر على زعامة الحزب، انتقلت إلى الحزب الليبرالي وأصبحت وزيرة مع بول مارتن، وهي كانت في ذلك الوقت زميلة أو حبيبة بيتر ماكي الذي يترشح الآن لزعامة حزب المحافظين. كان هنالك أناس كثر كانوا في الحزب المحافظين عندما انتقلوا إلى الليبرال على المدى اليمين أصبحوا وزراء مع بول مارتن، مثل سكوت برايسون كان مرشحا لزعامة حزب المحافظين ورأى نفسه في يمين حزب الليبرالي مع بول مارتن. في المقلب الآخر كنا نرى جون كريتيان وبيير إليوت ترودو هم من أكثر اليساريين في الحزب. وعندما نقول عن اليسار وعن اليمين، اليسار يضع في أولوياته علاقات خارجية مبنية على الدبلوماسية القوية ضد الحروب، ضد الحرب في العراق مثلا. بيير إليوت ترودو كان قد وقف وقفات عز ضد حرب فيتنام مثلا عندما خاضها الأمريكيون، كان وقف مع فيدل كاسترو مع كوبا ولم ينحني للسياسة الكندية. جون كريتيان كان قد وقف ضد الحرب على العراق. هذا هو اليسار. اليسار يضع في أولوياته أيضا مواضيع البيئة والتعليم والصحة، تأخذ حيزا أكبر. بول مارتن مثلا عندما أخذ الحزب إلى اليمين كان الحزب يمينيا بأكثر. إذا أردنا أن نعود إلى أولويات الحزب، وحزب المحافظين هو أول ما شكل حكومة في الاتحاد الكندي في العام 1967. جون ماكدونالد هو أول رئيس وزراء وهو محافظ. لكن عندما نتكلم عن بدايات وقوة الحزب الليبرالي لا بد لنا من الإشارة إلى أحد الزعماء الكبار في الحزب الليبرالي وهو لوريه. لوريه كان يعني كانت حركة الليبراليين في كندا هي حركة في أكثرها تحررية، وبالأخص في كيبيك تواجه الكنيسة، فكانت الكنيسة مع المحافظين، وكانوا الليبراليون يعدونهم الأكثر علمانية وهم يواجهون الكنيسة. وكان أهم كتابات لوريه كان يتكلم، وهو ما قاله السيد الحالي رئيس وزراء كندا جوستن ترودو عن ساني ويز، كنا سمعناها كثيرا. هذا الكلام يعود إلى لوريه، وهو أحد أعمدة الحزب الليبرالي منذ التأسيس، وأنا أتكلم عن ثمانينيات القرن الماضي ومن ثم إلى تسعينياته وإلى أوائل الحرب. كان هنالك أعمدة كثيرة كما أشار زميلي حسن. في القرن العشرين حكم الليبراليون 69 من 70 سنة، من 100 سنة 100 سنة كنت أخطأت بسنة، يعني أنا عن ماكنزي حكم لمدة 22 عام أو أكثر، يعني كان في العام 1922 خسر الانتخابات من 29 إلى 35 عندما جاء رئيس وزراء بنت، وبعدها عاد ليحكم ويسيطر في الحرب العالمية الثانية ويبقى، وكان وزير خارجيته فيما بعد سان لوران هو الذي قام بعده وشكل الحكومة. فأيضا أحد أهم الأعمدة على في المستوى الحديث. وعندما نتكلم في المستوى الحديث كان هنالك مثل ما يقولوا بالإنجليزي turning point أو نقطة تحول في الحكومات الكندية بعد العام 1943، يعني الحرب العالمية وما بعدها. يمكننا أن نتكلم عن بيير إليوت ترودو الذي كان له بصمات مميزة في تاريخ كندا وفي تاريخ الحزب الليبرالي. يعتبر هو أبو معظم السياسات الكندية التقدمية وفيما بعد جون. هذا كان سؤالي التالي دكتور، فادخل فيه دايركت معك الخيار، تفضل. انا كنت اسالك عن عمالقه الحزب، تفضل. يعني كان ماكنزي وسان لوران وبيرسون كان شكل حكومه اقليات، ولكن اهميه بيرسون كان هو الذي جاء بالحمائم الثلاث الذي اشار لهم زميلي حسن في الحلقات الماضيه، جيرار بالاتيه وجان مارشان وبيير إليوت ترودو، والذي على أثرها بيير إليوت ترودو أصبح وزيرا للعدل في العام 67، ومن ثم رئيسا للوزراء في العام 68، وظل رئيسا للوزراء حتى العام 1984 باستثناء حقبة بسيطة لمدة 9 أشهر خسرها لمصلحة المحافظين. العملاق الآخر الذي وضع بصمات كبيرة في الحزب الليبرالي الكندي هو جون كريتيان. جون كريتيان كان اليد اليمنى لبيير إليوت ترودو في مكافحة انفصال كيبيك في الاستفتاء الأول في العام 1980، والذي كان رينيه ليفيك يقوده، ومن ثم في العام 1995 عندما كان هو رئيسا للوزراء وكافح بكل قوته وجهده إلى أن قضى على ربح الاستفتاء وقضى على آمال الكثير من الانفصاليين فيما بعد. عندك إضافة أستاذ حسن؟ عندي بعض التوضيح. أشار الدكتور نور على ماكنزي. فقط للمطلعين للتاريخ، هنالك اثنين ماكنزي، هنالك ألكسندر ماكنزي الذي كان أول رئيس وزراء ليبرالي حكم لأربع سنوات. أما ماكنزي الذي أشار له أخي الدكتور نور هو ويليام ماكنزي كينغ الذي حكم عدة مرات وترك بصمات. هذه من نقطة. بيرسون دوره كذلك يتعدى دوره كرئيس للوزراء. عندما كان وزيرا للخارجية الكندية قبل أن يكون رئيسا للوزراء كان وزيرا للخارجية وترك بصمته في سياسته الخارجية لأنه هو الذي تدخل لإيقاف العدوان الثلاثي على مصر الذين هنا يقولون حرب السويس، نحن بالعربية نقول العدوان الثلاثي. وكان من وهو وبتلك الفترة أسست القبعات الزرق للأمم المتحدة ونال على أثر ذلك جائزة نوبل للسلام. بيير لو ترودو من يعني نوضح للمستمعين الذين هم طبعا نحن نتكلم بالعربية وببلداننا العربية عندما نتحدث عن اليسار يتصور الناس أن نتحدث عن الشيوعية والاشتراكية وكذا صحيح. وعندما نتحدث عن اليمين، لا يا جماعة الخير، هنا في كندا عندما نتحدث عن اليمين واليسار المسألة مختلفة عن اليمين واليسار في بلداننا العربية. قد نقول أن الحزب الليبرالي يذهب بعض الشيء إلى اليسار، ولكن لا يتصورن أحد أن الحزب الليبرالي يذهب باتجاه الشيوعية أو الاشتراكية. لا هو يقول هذا ولا مناصروه يقولون هذا ولا حتى خصومه يقولون هذا. نعم. يعني عندما نتحدث عن اليمين واليسار نتحدث عن البرامج كما تفضل الدكتور نور، عن برامج التضامن الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، العدالة الاجتماعية، سياسة الحياد الإيجابي. وكذلك عندما نقول الحياد الإيجابي هنا لا نعود إلى فترة الخمسينات، فترة نهرو وعبد الناصر وتيتو. يعني في باللغة العربية عندما نتحدث عن فترة عدم الانحياز والحياد الإيجابي نتحدث عن مؤتمر باندونغ، نتحدث عن عبد الناصر وتيتو ونيرو. لا، عندما نتحدث هنا عن الحياد الإيجابي الذي يدافع عنه الحزب الليبرالي بشكل عام هو الحيلولة أو على الأقل محاولة منع كندا من استدراج، محاولة منع استدراج كندا لحروب لا ترى كندا لها مصلحة فيها، ويدافعون بشكل دائم أو بمعظم الأوقات عن محاولة حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. تريدو الأب من الأمور التي أدخلها تريدو الأب للسياسة كما تفضل الدكتور نور. في البداية كان الحزب كما نعرف إلى حد ما يدافع حتى قبل أن يصل تريدو إلى السياسة، عندما كان لا يزال مجرد أحد المثقفين الذين يكتبون ويدافعون عن الديمقراطية والحرية وكذا. كان هنالك صراع ما بين المؤيدين للكنيسة في كيبيك، لأن الكنيسة سلطة الكنيسة كانت مستشرية في كيبيك، والذين يريدون أن يقلصوا من سلطة الكنيسة في القرارات العامة، لدرجة أن رجال الدين كانوا في الحملات الانتخابية يقولون السماء زرقاء. طبعا بالفرنسية والإنجليزية نقول سماء يعني الجنة، السماء زرقاء وجهنم حمراء. لما كان شعار المحافظين اللون الأزرق وشعار ولون كما هو الآن شعار الحزب الليبرالي اللون الأحمر والمحافظين اللون الأزرق. وكان كثير من رجال الكنيسة في الحملات الانتخابية يقولون للمتدينين السماء زرقاء والجهنم حمراء، يعني صوتوا للمحافظين وصوتوا ضد الليبراليين. فلذلك كان هنالك في البداية، طبعا الآن الأمور تغيرت بعض الشيء لأن دور الكنيسة تقلص والحزب الليبرالي عاد شيئا فشيئا للتعاون بطريقة سلمية مع رجال الدين. تسمح لي أستاذ حسن، ما دام بنتكلم عن أفكار الحزب الليبرالي وبنتكلم عن التغيرات هذه ونتكلم عن قربه وبعده بالنسبة لليسار، وانت تكلمت لنا بشكل جميل على مفهوم اليسار في كندا ومفهوم اليسار في عالمنا العربي، الآن إذا تكلمنا أكثر وأعمق عن أفكار الحزب الليبرالي، هل ممكن أن نلخص الأعمدة الرئيسية لأفكار الحزب الليبرالي التي ينادي فيها في كندا، وهل حدث عليها تغيرات مع الزمن؟ طبعا حصل تغيرات كما قلنا في البداية في تاريخ. كان يجب أن نشير إلى هذا عندما تحدثنا عن تأسيس الحزب في البداية. نعم. كانت كندا قبل أن الاتحاد الكندي كان هنالك مقاطعتان كبيرتان، كندا الفوق وكندا التحت، يعني upper Canada and lower Canada. اللي كان الحمر والحزب الليبرالي كان هو نوع من التحالف ما بين الحمر الذي كانت تشكيلا سياسيا في كندا التحت التي أصبحت فيما بعد كيبيك، وجريتس اللي كانوا هم في ما كان يعرف في ذلك الوقت أبر كندا أو كندا الفوق والتي هي الآن أونتاريو. ونتيجة تحالفهم أصبح هنالك ما يعرف الآن بالحزب الليبرالي. الحزب كندا التحت أو الحزب الحمر كانوا أكثر يسارية وكانوا أكثر علمانية وأكثر تحديا للكنيسة، وكانوا يطالبون أكثر بحقوق الفرنسيين في الاتحاد الكندي. مع الوقت تغيرت الأمور شيئا فشيئا. الآن الذي نراه خاصة في سياسة الكندية في أيديولوجية الحزب، أو إذا صح التعبير بسياسات الحزب، هي التعددية. التعددية الكندية هي من أغلى الأمور على قلب رئيس الوزراء الحالي ورؤساء الوزراء السابقين، وبدأ هذا مع بيير إليو ترودو في فترة السبعينات، multiculturalism أو التعددية الكندية، بايلينغوليزم، الثنائية اللغوية. يعني عندما أتيت أنا إلى هنا إلى كندا، هنا كانت الحكومة الفيدرالية إنجليزية، وتحت ضغط الانفصاليين الكيبيكيين الذين كانوا يشعرون وكأنهم مستعمرين داخل كندا وأن حقوقهم مهضومة في كندا، كانوا يطالبون بالاستقلال. فإحدى الأدوات التي اقترحها بيير إليو ترودو هي إعطاء هؤلاء الفرنسيين حقوقهم والاعتراف بهم كأحد الشعبين المؤسسين لكندا، واعتبار اللغة الفرنسية لغة رسمية في كندا على قدم المساواة مع اللغة الإنجليزية. هذا ما سبب له بعض المتاعب في غرب كندا. في إحدى الفترات في الانتخابات كان كل نواب الحزب الليبرالي من كيبيك ومن أونتاريو وبعض المقاطعات الشرقية، يعني غرب بالغرب لم يكن له نواب، ليستطيع أن يشكل حكومة ويكون فيها ممثلين عن جميع أنحاء كندا. راودته فكرة أن يحضر بعض النواب من الديمقراطيين الجدد، ومن ثم استقر القرار على تعيين بعض الشيوخ أو أعضاء مجلس الشيوخ في الوزارة، مع أن عادة هو يجب أن يكون أن الوزراء من مجلس العموم وليس من مجلس الشيوخ. إذن هذه هي بشكل عام سياسة الحزب. سياسة ترودو نفسه عندما كان في السلطة سمح بالطلاق. قبل ذلك لم يكن الطلاق مسموحا، وأطلق جملته الشهيرة: لا مكان للدولة في غرفة المنامة في غرفة نوم المواطنين. كانت خطوة تقدمية جدا في ذلك الوقت، لأن يعني إذا كان رجل أو امرأة، إذا كان أحد الطرفين يريد الطلاق، كان عليه أن يذهب أو تذهب إلى المحكمة وتتهم الطرف الآخر بالخيانة الزوجية، وإلا لم يكن يسمح لهما بالطلاق. تم هذا التغيير بعهد ترودو الأب. وهذه هي السياسات التي يدافع عنها الحزب الليبرالي الآن، وبدأت شيئا فشيئا من أيام ترودو. يعني الآن لم يعد هنالك يعني أصبحت شيئا مستبعدا جدا أن يصل شخص ما إلى رئاسة الوزارة في كندا دون أن يعرف الفرنسية. قد لا يتكلم الفرنسية كما يتكلمها موليير مثلا، قد يتكلم الفرنسية بصعوبة، ولكن من المستحيل أن يرشح حزب معين شخصا لا يعرف الفرنسية. أي سياسي طموح يطمح بالوصول إلى رئاسة الوزارة يتعلم الفرنسية. نراه الآن بالمتنافسين على زعامات الأحزاب الأخرى. هذه من نتائج عمل الحزب الليبرالي بزعامة بيير إليو ترودو وما تلا ذلك. لا أدري إن كنت أجبت على السؤال بما يكفي. إذا كان هناك بعض التوضيحات أنا رامي إشارتك. واضح جدا. دكتور نور، يعني هنالك بعض الاضافات، يعني كان شرح مقتضب جيد من زميلي الاستاذ حسن، لانه عندما نتكلم عن حزب كان هو الحاكم الطبيعي في كندا في اغلب الاحيان، ومعظم زعاماته كانوا رؤساء وزراء، كان له نجاحات كثيره واخفاقات كثيره، لا يمكنك ان تضغط كل هذا، يعني لا يمكننا ان نتكلم عنه بنفس الموضوعيه عند كما تكلمنا عن حزب الخضر او حزب البلوك كيبيكوا او الحزب. كونه حزب وسطي وزعيم الحزب يؤثر كثيرا، كانت يعني كانت نقاط اليسار واليمين هي اساس في تجاذبات الحزب. فبيير إليوت رودو كان اتهم بانه شيوعي وبدعمه للشيوعيه، كان في فترة من الفترات، عفوا نور، كان في فترة من الفترات ممنوعا من الدخول إلى الولايات المتحدة، طب. وكان هو من اعترف بحكومة فيدل كاسترو، وهو من اعترف بالحكومة بجمهورية الصين الشعبية. هذا ما كنت سأشير له، يعني اتهامه بالشيوعية كان على هذا الأساس. فهو ذهب عندما كان يدرس في جامعة هارفارد، ذهب إلى الصين، وكانت أحد أهم دراسات أطروحته في الدكتوراه في القانون الصين والشيوعية في الصين، ولذلك اتهم بالشيوعية. وعندما جاء إلى كندا كان يريد أن يتوظف كأستاذا في جامعة مونتريال، والجامعات هي تتبع حكومات المخاطب، فكان موريس دوبلاسي وهو ليبرالي في كيبيك قد منع بيير إليوت رودو أن يتبوأ منصب بروفيسور في الجامعة لمدة أكثر من 12 عاما، وهو حصل على درجة بروفيسور في الجامعة فقط عندما مات دوبلسي، لأن كان هنالك قرار من رئيس وزراء كيبيك بعدم توظيف هذا الشيوعي بيير إليوت رودو. بالطبع كانت اتهامات، لأنه كان رجلا حرا، كان قويا، وكان صاحب مبدأ، كان ضد الحرب على فيتنام، وهو الذي اعترف بالصين وبكوبا، وكانت علاقته جيدة جدا مع فيديل كاسترو. يعني كان يحب أن يمضي أوقات عطلته في كوبا في بيت فيديل كاسترو. وهذه من الأمور التي كتبها بيير إليوت رودو عن نفسه وعن ما وجه به. عندما جاء إلى وأصبح نائبا مع الحمائم الثلاثة في العام 1965، عين، أراد بيرسون تعيينه كمساعدا لوزير العدل. رفضت رودو، لكن جون مارشان أجبره، قال له: نحن جئنا من كيبيك لأن نشتغل وأن نتحمل مسؤوليات، لأن نقعد في الأماكن الخلفية. أصبح مساعدا لوزير العدل. وفي العام 1967 عندما عين وزيرا للعدل، ذهب للقاء الموظفين في وزارة العدل ونائب الوزير، وقال لهم: ما هو أصعب شيء عندكم في الوزارة؟ قالوا له: أن هنالك أمور كثيرة، هنالك مشروع لقانون طلاق، إذا كنت تريد أن تكون وزيرا ناجحا ابتعد عن هذا القانون. فقال: هذا سيكون أول القوانين الذي سأقره. وأخذ موضوع قانون الطلاق على المحمل الأول، وما قاله زميلي حسن بأنه مرر بموضوع قانون الطلاق كان تحدي كبير من بيير إليوت رودو إلى أن يضعه في سلم أولوياته وسلم أولويات الحكومة. كان رجلا شجاعا، حتى عندما فاز بالعام 1968 بزعامة الحزب الليبرالي أصبح رئيسا للوزراء مباشرة. فأول قرار له كان دعا إلى انتخابات عامة، وقال: فيما لو رسب في تلك الانتخابات ستكون مدته أقصر مدة لرئيس وزراء في كندا، لأنها كانت 36 يوم فقط. يعني نجح بزعامة الحزب الليبرالي، أصبح رئيسا للوزراء، لم ينتقل الى 24 ساسكس مقر رئاسة الوزراء. قال: تركت محفظتي وثيابي في سيارتي، لم انقلهم الى 64 ساسكس، حتى فاز في الانتخابات وفاز بحكومة أغلبية، في العام 1968، ومن ثم توالى على الحكم مرات عديدة. لا يمكننا أن نتكلم عن الحزب الليبرالي دون الخوض بهذه الرجالات الكبيرة في الحزب، مثل بيير إليوت رودو وجان كريتيان، اللذان كان لهما بصمات واضحة في تاريخ الحزب ومؤسسات الحزب. لكن الجدير بالذكر أيضا بموضوع سياسات الحزب، أن هذا الحزب على وسطيته يحاول أن يطرح المواضيع بطريقة وسطية أيضا. فهو من جهة ينظر إلى موضوع الاقتصاد والعمالة والوظائف والميزانية، ويريد أن يطرح أمور الصحة والبيئة وما إلى ذلك. وحسب زعامة الحزب وحسب زعيم الحزب يمكن لسياسات الحزب أن تتقدم نحو اليسار أو نحو اليمين. فعندما كان جون كريتيان مثلا زعيما للحزب، كان هنالك دعم كبير للصحة، كان هنالك دعم كبير للبيئة، للخارجية، وأيضا لمعادلة الميزانية والنظر إلى الاقتصاد بطريقة جيدة. لكن عندما جاء بول مارتن مثلا زعيما للحزب، لم يكن تقدميا بطرحه للبيئة أو للصحة أو للتعليم. فعندما ربح في العام 2004 حكومة أقلية، فرض عليه جاك ليتون زعيم حزب الNDP، فرض عليه أن يدخل في ميزانيته مبلغا وقدره 5.7 مليار دولار لدعم البيئة والتعليم والصحة، حتى يدعمه في الانتخابات. هذا كان في العام 2004-2005. في العام 2005-2006 طلب نفس الشيء، لم يوافقه بول مارتن، فأسقط حكومته في ذلك الحين. واضح. أستاذ حسن كان عندك، تفضل. توضيح ليس تصحيحا وإنما توضيحا، لأن بعض المشاهدين قد يفاجؤون كيف أنه فاز بزعامة الحزب وأصبح تلقائيا رئيسا للوزراء. هنا في 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 كندا، بما أن النظام الانتخابي هو نظام حزبي، زعيم أكبر كتلة برلمانية في البرلمان يصبح رئيسا للوزراء. والذي حصل في تلك الفترة أن بيرسون الذي كان رئيسا للوزراء استقال، وهذا تحصل تقريبا بشكل دائم، حتى موروني فعلها فيما بعد. عندما يقرر رئيس حكومة ألا يترشح للانتخابات القادمة، يستقيل قبل الانتخابات التالية ويفسح المجال لحزبه لاختيار خليفة له. فهذا الذي حصل، استقال بيرسون من زعامة الحزب، طبعا من رئاسة الوزراء. وعندما اختار الحزب تريدو زعيما له، أصبح تلقائيا، بما أنه زعيم الحزب أكبر كتلة للبرلمان، أصبح تلقائيا رئيسا للوزراء. كما الآن عندما يهدد مثلا المحافظون أو الكتلة الكيبيكية يطالبون باستقالة جوستين تريدو، قد ينجحون أو قد لا ينجحون. ولكن إذا نجحوا بالحصول على استقالة جوستين تريدو، إذا اختار الحزب زعيما جديدا، هذا زعيم الحزب يصبح رئيسا للوزراء، إلا إذا كان هنالك تصويت لسحب الثقة، لأن حزب أقلية. هذه من هذه الناحية أن ترفع عن بيير إليوت ترودو. بالنسبة لنا نحن كعرب، اعتقل في القدس عندما كان شابا. جوستين ترودو ذهب إلى فلسطين، وكان ووضع الكوفية ولبس زي العربي وكان يتنقل هناك. فعندما رآه الجنود العرب، الأب عندما وجدوا العرب في، طبعا كان في حرب فلسطين، عيون زرق ويلبس الكوفية والعقال وكذا، تصوروا أنه عميل صهيوني فاعتقلوه. وذهب ووضعوه في السجن، وبعد التحقيق وجدوا أنه سائح كندي فرحلوه. هذه إحدى إكمالا للطرفة. كان على معرفة بأحد القساوسة في القدس، أيوة. اتصل قال لهم أنا أعرف هذا القس، وهو الذي توسط له وكان قد جاء إلى القدس، انتطى شاحنة أتت من الأردن للدفاع في فلسطين. أيوة طبعا. على فكرة زميلي دكتور نور قال أن أتحدث عن جامعة مونريال. تريدو خريج كلية الاب طبعا، بيير تريدو خريج كلية الحقوق في جامعة مونريال، وهي نفس الكلية التي تخرجت منها انا، يعني انا متخرج من نفس الكلية مع تريدو. ومن غرائب الصدف هو من هنا، يعني اصل عائلتي من سان ريمي حيث اجلس انا، وقبره بعيد يعني مسافة مشي على الاقدام من هنا. يعني هذه من اردت ان اضيف يعني. نضيف عن نفس الفكرة التي طرحها زميلي حسن عن زعامة الحزب ويصبح مباشرة رئيسا للوزراء. هذا ما حصل عندما استقال بيير إليو ترودو في العام 1984، وانتخب جون تيرنر رئيسا زعيما للحزب الليبرالي. أصبح تلقائيا رئيسا للوزراء، لم يحكم عدة أشهر، ذهب إلى الانتخابات، رسب في الانتخابات أمام براين مروني، ولم يشكل أي حكومة منتخبة. هذا ما حصل بول مارتن في العام 2003 عندما استقال جون كريتيان. انتخب الحزب الليبرالي زعيما جديدا له بول مارتن، وأصبح بول مارتن زعيما للحزب الليبرالي ومباشرة رئيسا للوزراء لمدة سنة ونصف ريثما دخلوا إلى الانتخابات. وكذلك مع الحزب المحافظين عندما استقال براين موروني، كذلك أصبحت كيم كامبل رئيسة للوزراء لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر، يعني فترة انتقالية. دخلت الانتخابات وسقطت في تلك الانتخابات، فاز فقط عضوان، يعني كانوا يشكلون الوزارة. تصوروا كيف أن السياسة غير مضمونة. كان حزب المحافظين يشكل الوزارة، وأصبحت كيم كامبل رئيسة للوزراء خلفا لموروني. وعندما ذهبوا الانتخابات خسروا كل مقاعدهم، بقي فقط عضوان. نعم. أنا قبل ما الأستاذ محمد يسأل سؤاله، بدي بس أذكر أنه تخليدا لهذه الأسماء، من أكبر مطارات كندا اللي هو مطار مونتريال ومطار تورنتو. مطار مونتريال مسمى باسم ترودو الآب، بيير إليو ترودو، ومطار تورنتو مسمى باسم ليستر بيرسون. فبس حبيت أضيف هذه الإنجازاتهم اللي قدموها لكندا، نعم، وللعالم يعني. تفضل أستاذ. أنا بدي أعود للدكتور نور بسؤالي. الحقيقة يعني مثل ما تفضلت وقلت أنه الحزب الليبرالي حكم مدة 69 عام. 69 خلال القرن العشرين. محمد حكم في القرن ال21 وحكم في القرن ال19، ولكن فقط في القرن العشرين 69 عام. جميل. إذن هو أخذ أكبر حقبة حكم في تاريخ كندا. الآن إذا أردنا أن نستعرض أهم المواقف والأحداث التي كانت من صنع الحزب الليبرالي أو من وقفات الحزب الليبرالي عبر هذا التاريخ، هل يمكن أن نحددها؟ هنالك محطات كثيرة. كون الحزب كان هو أهم المعارضين للكنيسة، هو الذي طرح قوانين كثيرة لمدنية الدولة والفصل الدين عن الدولة في كندا. كنا تكلمنا عن قانون الطلاق كواحد من القوانين. هو أحد الأحزاب الذي شرع زواج المثليين في كندا مثلا. هو الحزب الذي قام بضغط من الحزب الديمقراطيين الجدد بطرح أمور كثيرة تعنى أو نأخذها اليوم كأهم قواعد الحكومات الكندية المتعاقبة، مثل نظام الصحة في كندا، الهيلث كير، البنشن بكندا، نظام التقاعد هو من أهم الأنظمة المتقدمة في كندا. هذه كلها كانت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. نظام الانمبلويمنت او البطاله ومساعده العمال، هذا الحزب كان له بصمات كثيره في اتجاه السياسه الكنديه الى ما نحن عليه، والكثير من الامور التي طرحها هذا الحزب لا يمكن العوده عنها. يعني حتى في المنظور السياسي لو خالفت هذا الشيء الكثير من السياسيين في الاحزاب الاخرى لا يمكنهم ان يطرحوا تغيير هذه المشاريع. فمثلا الكثير من المحافظين يقولون انهم يريدون تو تير سيستم بنظام الصحه او خصخصه بعض انظمه الصحه. لا يمكنهم طرح هذا الشيء لان الكنديين يعتبرون هذا مكسب كبير لهم، وان اي تغيير او خصخصه للصحه قد نصبح مثل الولايات المتحده الامريكيه ونحن بغنى عن هذا الشيء. فلا يمكن لاي زعيم لحزب المحافظين طرح هذا المشروع لانه يعرف انه يخسره الكثير. موضوع البايلينغواليزم، اليوم نتكلم عن كندا، في اخر احصاء الفيزبل ماينورتيز او القادمين الجدد والاثنيات يشكلون 27%. فقانون المالتي كلتشراليزم الذي اشار له زميلي حسن في البدايه من انجازات بيير إليو ترودو لا يمكن العوده عنه، فهو من اهم انجازات هذا الحزب، وقد اصبح جزءا مهما، لا بل تطور الى ان يصبح الموضوع من تعدد الاثنيات ومالتي كلتشراليزم الى مشروع آخر ما يسمى بالبلوراليزم أو الاجتماع، العقد الاجتماعي الكامل بين كافة مكونات الشعب الكندي، وإعطاء الحريات ككل. وهذا ما أشار له زعيم الحزب الليبرالي الحالي رئيس الوزراء جوستين ترودو في حملته الانتخابية عندما قال كنديان إذا كنديان إذا كنديان. كان من هذا المنظار وطرحا قويا امام الاحزاب الاخرى. واضح. طيب انا بدي اسال سؤال قد يكون، تفضل سيد حسن. اضافه لكل هذا، يعني في كثير من الاحيان ننسى، يعني انا ناخذها من المسلمات، مساله سرعه الحقوق والحريات الكنديه. نعم. كذلك هذه من ارث الحزب الليبرالي وخاصة بيير إليو ترودو، واستقلال كندا رسميا عن التاج البريطاني، ليس عن التاج، عن الحكومة البريطانية فيما مضى. حتى عام 1981 أي تعديل دستوري كان يجب أن يمر عبر البرلمان البريطاني في بريطانيا. التعديل الدستوري عام 1981 حصلنا على الدستور من بريطانيا. أصبح هنا لم نعد بحاجة للذهاب للبرلمان البريطاني للتصويت على هذا. ونقطة أخرى، ولم يعد هنالك حق للمحاكم البريطانية في النظر في التعديلات الدستورية الكندية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أدخل على هذا الدستور شرعة الحقوق. يعني كندا انت محامي، تركنا لك الامور الدستوريه. لا هو بعض الاحيان، يعني كما يقولون كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. نعم. يعني نتحدث عن امور كثيره، لهذا انا مسرور ان يكون هنالك اثنان. اذا انا نسيت شيئا تذكرون، واذا انت نسيت شيئا اذكرك. لا، هذا طبعا من الاشياء المهمه والانجازات اللي تعتبر مهمه، لانه تقريبا هو بدا استقلال قضائي وسياسي واجتماعي من هذا التاريخ. كذلك كذلك حق الإجهاض، يعني كذلك هذا كان من إرث الحزب الليبرالي. وأصبح الآن من المستحيل أن يعودوا إلى الوراء في قضية حق المرأة في أن تذهب للمستشفى أو لعيادة للإجهاض. فيما مضى كان هنالك قضايا كثيرة أمام المحاكم لأي طبيب يحاول أن يمارس الإجهاض. طيب، في عندي سؤال قد يكون يعني آخر سؤال لنا في الحلقة اليوم، ولجمهورنا الكريم سيكون لنا حلقة أخرى أو كما عودناكم نناقش الحزب بكل تفاصيله خلال حلقتين. في أي شخص بنظر للحزب ينظر إلى الحزب ما له وما عليه. قلوا لنا الحزب الليبرالي، يعني أنا بنسمع كثير أنه بقول لك في كربشن كثير وفي مشاكل كثير، بس هو أقرب للإثنيات وأقرب للنون فور بروفيت وأقرب للمؤسسات الاجتماعية. لو بتلخصوا لنا كلاكما، يعني السؤال للدكتور نور وللأستاذ حسن، ما لهذا الحزب وما عليه، وخاصة خلال الفترات الماضية؟ ما أعرفش مين بحب يبدأ، الدكتور نور؟ ممكن. يعني الحزب الليبرالي حكم لمدة طويلة، وكل إنسان بيكون على السلطة لمدة طويلة أو كل حزب بيكون على السلطة لمدة طويلة، يمكن أن يأخذ قسطا من الراحة في تلك السلطة وأن ينسى مشاكله وأن ينسى أو أن يدخل في بعض مشاكل الفساد، وهو ما نعيشه الآن. بييرليو ترودو طرح أمور المالتي كلتشراليزم والطلاق وضد حرب فيتنام ومع كوبا وما إلى ذلك، فصل عن الولايات المتحدة الأمريكية، هو الذي ناقش موضوع شرعة الحقوق الكندية والتي أصبحت جزءا مهما في العام 1982 من الدستور الكندي. هذه تحسب للحزب الليبرالي. وبييرليو ترودو كما أشرت سابقا كان يده اليمين ويده اليمنى جان كريتيان، الذي أصبح فيما بعد زعيم الحزب الليبرالي ورئيسا للوزراء من العام 1993 إلى العام 2003. الحزب الليبرالي بني بالكثير من الهزائم السياسية بانطلاقات ما يسمى بالكوربشن والفساد. عن أيام ترودو الأب أحد أهم المشاريع التي سقطت كان هو وما يسمى مطار ميرابيل. مطار ميرابيل في مونتريال كان قد طرح كمطار دولي عام، والكثير يشير إلى أن بييرليو ترودو كان قد أعطى الكثير من أصحابه وزملائه ما يسمى بفيفوريتزم أو مساعدات أكثر إلى بيع أراضيهم إلى ذلك المطار. السيد بييرليو ترودو مثلا كان هو أحد الناس الذين بدأوا بهذا المشروع، وكان موضوع الفساد قائم. كندا هي دولة غنية جدا، بدأت في الدين عن أيام بييرليو ترودو. فدين كندا الذي قد وصل إلى $1 تريليون اليوم بدأ عن أيام بييرليو ترودو، لم يكن هنالك دين على كندا سابقا. كل الحكومات المتعاقبة زادت على الدين باستثناء جون كريتيان، هو الذي عدل الموازنة وذهب بها إلى قوة أعلى. السكندل المهم كثير كان ما يسمى سبونسرشيب سكاندل، سأترك لزميلي حسن أن يتكلم عنها. واليوم ما نراه اليوم من الوي سكاندل، وسأضيف عليه. نعم تفضل سيد. يا أخي كما تفضلتم قلتم أنه هل هنالك فضائح أو كذا، نحن نعرف أن الحكومات والأحزاب هي مدارة من قبل أشخاص، من قبل بشر، ونحن كلنا بشر لسنا ملائكة، وكما يقولون بالإنجليزية power corrupts and absolute power corrupt absolutely. السلطة تفسد والسلطة المطلقة تفسد مطلقا. بشكل عام الفساد يرافق الحكومات، وكلما شعرت الحكومة بالراحة وبأنها في مكان بقوة شيئا فشيئا يصبح هنالك تهاون، وأصدقاء السلطة يحصلون على امتيازات قد لا يحصلوا عليها غيرهم. وقد بدأت، لم تبدأ مع الحزب الليبرالي، مثلا أول رئيس للوزراء الكندي الذي هو المحافظ جون ماكدونالد، من الأمور التي عجلت في نهايته وساعدت في انتخاب أول حكومة ليبرالية كانت فضيحة فضيحة خطوط الحديد، السكة الحديدية من الشرق إلى الغرب، واتهم، وكان هنالك ما أثبت ذلك، أنه أعطى امتيازات لصديقه هيو ألن الذي كان هو من كنديان باسيفيك لإنشاء سكة الحديد. وكان هذا هيو ألن من الممولين الكبار لحزب المحافظين ولجون ماكدونالد. وعندما خرجت هذه الفضيحة وكثر الجدل حولها في الانتخابات التالية، سقط الحزب المحافظين ونجح حزب الليبرالي. كما نعرف في كندا الأحزاب تحتاج لدعم مادي لتخوض الانتخابات، وبالتالي الذين يدفعون للأحزاب بشكل عام يحاولون، ليس هنالك ما يقولون نحن في الإسلام صدقة أو صدقة جارية، عادة الناس عندما تدفع تريد شيئا بالمقابل، وكثيرا من الأحيان وكثير رجال الأعمال والأثرياء والذين يريدون نفوذا ويريدون عقود عمل وما شاكل ذلك. ولكن كما تفضل الدكتور نور، كان من الأمور طبعا مطار ميرابيل كان في بعض اللغط، ولكن الشعرة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للحزب الليبرالي كانت بعد استفتاء 95. في الاستفتاء 95 كان التيار الانفصالي كان عنده زعيم عنده كاريزما وشعبي كثير، هو بوشار، لوسيان بوشار. ووصلوا كانوا في آخر لحظات الاستفتاء، يعني قبل التصويت بوقت قليل، أصبحت استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية نجاح التيار الانفصالي في استقلال كندا. يعني شعر جون كريتيان ومن حوله بخطر انقسام كندا، لذلك دفعوا أسسوا مؤسسات للترويج لقضية الوحدة الكندية. وبما أن هذه المؤسسات أو الشركات أسست بسرعة ولم يكن هنالك مكان وقت لتدقيق وكذا، كان أصحاب السلطة، الأشخاص القريبين من السلطة، الأشخاص الذين عندهم صداقات مع هذا النائب أو ذاك النائب، وأصبح هنالك رشوة وفساد. وعندما خرجت هذه الأمور إلى العلن، كان هنالك لجنة تقصي حقائق ولجنة تحقيق، وهذه عجلت بسقوط الحزب الليبرالي، وكادت أن تدفع الحزب الليبرالي إلى الاندثار. يعني بقي في وصول المحافظين ستيفن هاربر كانت بعد السنوات العجاف التي مر بها الحزب الليبرالي، وحتى أتى جيستين تريدو، كان أول رئيس للحزب الليبرالي، أول رئيس لوزراء كندا وأول زعيم للحزب الليبرالي، ينجح بالسلطة. وعندما أتى وعد وعودا كثيرة بتنظيف الحزب وتنظيف السياسة وتنظيف الاقتصاد، يعني كان يقول للناس أنه هو سيبدأ صفحة جديدة. وفعلا استطاع أن يحقق ثورة داخل الحزب الليبرالي، واستطاع أن يحوز بثقة الكنديين ليصل إلى السلطة. بدأنا نشعر الآن شيئا فشيئا، بما أنه هنالك نوع من الاستقرار من جديد، بدأنا نشعر أن الفساد والامتيازات وصديقي وحبيبي وجاري بدأت تعود من جديد شيئا فشيئا. وهذه كما نرى ثالث مرة في جيستين تريدو نفسه يتعرض للاتهامات، وحتى من نذكر أن الخميس الماضي كان أمام لجنة تحقيق الشؤون الأخلاقية Ethic Committee بالبرلمان. وهذا أمر نادر جدا في السياسة الكندية. هذه ثالث مرة توجه له أصابع الاتهام، أول واحدة مع الأغا خان عندما كان يذهب ويقضي عطله على يخت وعلى جزيرة الأغا خان، والثانية عندما قضت قضية وزيرة العدل السابقة. والآن يعني دائما عندما لذلك على المواطنين، وهذه صرخة من القلب إلى القلب أقولها لكل المواطنين، سواء أحببنا زعيما أم لم نحبه، يجب أن نبقى دائما يقظين، لأننا إذا تركنا زعماءنا بدون أي رقابة قد تسول لهم أنفسهم، أو قد تسول لهم أنفس مرافقيهم بالانحدار شيئا فشيئا نحو الفساد والاستهداء والاستخفاف بقرارات المواطنين ومصالح المواطنين. يعني عندما نحن كمواطنين نراقب حكوماتنا ونراقب المسؤولين، نحن لا نضرهم ولا نعاديهم، ولكننا نخدمهم. يعني كما قال الحديث الشريف: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا له: كيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تردعوه عن الظلم. إذن عندما يراقب المواطنون الحكومات يسدون خدمة ليس فقط للوطن وليس فقط للديمقراطية، وإنما لهؤلاء المسؤولين أنفسهم. نعم. لا أعرف إن كنت قد أجبت إجابة مستفيضة أم لا. بل مهم جدا أن نضيف إلى ما قاله الأستاذ حسن أن لأول مرة في تاريخ كندا رئيس وزراء يمثل لثلاث مرات أمام لجنة الأخلاق، وأدين مرتين، وفي المرة الثالثة الآن هي في التحقيق وقد يدان. وعندما أدين بموضوع الآغا خان كان قد طرح أنه لن يعيد الكرة، وأنه تعلم من هذا الكلام. لكن عندما جاءت المرة الثانية مع الاس ان سي لافالان سكاندل، كان على المستوى العام الOECD countries او الدول المتقدمة اقتصاديا كانوا قد طرحوا موضوع 250 شائبة فساد للشركات الدولية على مستوى العالم، بينهم 117 لشركة واحدة كندية هي الاس ان سي لافالان. لكنها من 250 واو على مستوى العالم ككل، 117 لشركة كندية واحدة هي الاس ان سي لافالان، وهي كانت الأقرب إلى الحزب الليبرالي، وكانوا يحاولون أن يغيروا مسار عدلي كامل. وكان مكتب رئيس الوزراء يحاول أن يضغط في هذا الاتجاه ويدعم تلك الشركة، لأن هذه الشركة كانت تدعم الحزب الليبرالي عبر زوايا أخرى. خسر الكثير من هذا الشيء رئيس الوزراء، خسر وزيرة العدل التي جاءت من السكان الأصليين وهي لأول مرة، وهي المدعي العام أيضا. خسر الكثير من خلال ما يسمى بالريكونسيليشن أو العلاقات أو تصحيح العلاقات مع الانديجينس بيبول أو السكان الأصليين في كندا في هذا المجال. وكان دائما يذهب إلى ما وراء الستار ويقول أن الأمور على ما يرام، ويوما بعد يوم كانت تتكشف حقائق أخرى على أثرها استقالت وزيرة العدل من الوزارة، واستقالت وزيرة أخرى جين فولبوت وهي كانت رئيسة الخزانة الكندية ككل. وفيما بعد عندما ذهبنا إلى الانتخابات الكثير من الكنديين لم يصوتوا لجستان ترودو، صوتوا له بالعام 2015 ب 7.5 مليون كندي، خسر 1.5 مليون صوت في الانتخابات العام 2019. واليوم دكتور نور يعني المعظم خاصة بالجالية العربية، احنا طبعا نتكلم معظمنا بيحكي انه هم اقرب شيء لنا وهم الحل الوحيد. بالطبع هذا ليس صحيحا. مسألة التصويت الاستراتيجي كانت على اساس الخيار بين افضل الشرين، انه نحن لا نحب ان ننتخب اليوم الحزب الليبرالي على علاله، ولكن اذا لم نصوت للحزب الليبرالي سيربح المحافظون، والمحافظون قد لا يكونوا الافضل، وهذا صحيح فيما بعد. ولكن كون هنالك الكثير من الجاليات بالاخص الجاليات الاثنيه يذهبون في نفس الاتجاه. الحزب الليبرالي اليوم هو ليس نفس الحزب الليبرالي الذي كان يقوده بيير إليو ترودو او الذي كان يقوده جان كريتيان. هنالك تغيير كثير في هذا الحزب، الكثير من الفساد أصبح متغلغلا في ذلك الحزب. عندما يخسر زعيم الحزب أو رئيس الحزب زعيم الحزب جوستين ترودو أقرب مساعديه جيرالد باتس، وهو كان يقال أنه هو رئيس الحكومة في الظل، لأنه كان هو العراب لجوستان ترودو منذ أيام الشباب، خسره في تلك المعركة. واليوم الانتخابية، واليوم في موضوع الويسكندر، يعني رئيس الوزراء جوستان ترودو أدلى بشهادته أمام لجنة المالية في البرلمان، وفي لجنة المالية كان هنالك أسئلة كثيرة، أنك تريد أن تعطي مبلغا وقيمته 912 مليون دولار، القريب من مليار دولار، لمؤسسة كانت أمك وأخوك وزوجتك يقبضون منها. وفي أحد اللقاءات، وجوستان ترودو عندما أصبح نائبا في العام 2008 كان يعطي المحاضرات ويقبض الأموال. وفي أحد المرات كنت بزمالة أحد الأصدقاء النواب من الحزب الليبرالي، قال لي أنني نصحت جوستان ترودو أن يتوقف عن قبض الأموال لقاء محاضرات، لأن هذه ستعود عليه في المستقبل وقد يخسر الكثير منها. اليوم هذا ما يفعله نواب المحافظين، يطالبون جوستان ترودو بأن يفصح عن كل الأموال التي قبضها وهو نائب من مؤسسات خيرية. فعندما والدتها تقبض ما قيمته 283 ألف دولار من منظمة خيرية، وأنت تختار هذه المنظمة اللي تعطيها 912 مليون دولار، ومن ثم تقول أنك ليس لديك أي دخل أو لم تعرف في هذا الشيء، وفيما بعد عندما تتوضح الأمور تقف وتعتذر إلى الشعب الكندي. واليوم الكثير من هذه الأشياء يضعنا في مضمار أن الحكومة الحالية هي تعاني الكثير، وأن رئيس الوزراء الحالي عليه أن يتعظ من ما مضى، وإلا قد يصبح من الرؤساء الماضي، أو قد ينضم إلى نادي الرؤساء الوزراء السابقين. أستاذ حسن، في عندك أنت تعليق؟ بسرعة، هذه الفضيحة الأخيرة التي مثل بسببها يوم الخميس الماضي السيد رئيس الوزراء أمام محكمة الأخلاق، لوي سكاندل كما يقولون، هذه المؤسسة لوي عندما أعطوها المشروع حوالي مليار دولار كان بدون منافسة، كانت هي الوحيدة، وحتى كان هو في الاجتماع الذي قرر إعطاء المشروع لهذه الشركة، على الأقل كان عليه أن يعزف، وهذا ما ستبديه فيما بعد التحقيقات، على الأقل في حالة كهذا بما هنالك نوع تعارض مصالح أو تضارب مصالح أن ينأى بنفسه عن التصويت. هو أمه وأخوه أخذوا ما يزيد عن 300 ألف دولار مقابل ظهور إعلامي لهذه المؤسسة. بالمناسبة أنا شخصيا، أخوكم وخادمكم حسن غية، كان لي ثلاث محاضرات أو خطب لمصلحة لوي، ولم أتقاضى مليما واحدا، كان عملي تطوعيا مجانا لهذه المؤسسة. انت غني ام لترودو فقيره. خلينا حتى تترزق. بينما اخوه وامه تقاضوا 300 الف دولار. فهمت كيف؟ وزير الماليه بنته تعمل في هذه المؤسسه، وكذلك اضطر ان يعيد لهذه المؤسسه 41 الف دولار. انا هذا ليس راي حسن غيه او راي الدكتور نور القادري او الدكتور جمال او الاستاذ محمد، هذه في الإعلام وهذه ما ظهر. عندما اكتشف الموضوع اضطر وزير المالية أن يعتذر وأن يعيد 41 ألف دولار تقاضاها شخصيا من هذه المؤسسة بدل أسفار. يعني هذه الأمور تدفع المواطنين للتشكيك في حكوماتهم. قد تكون كما يقول الكثيرون وهم على صواب. قد يقول الكثيرون من المستمعين أن الليبراليين أقرب لنا كجالية من غيرهم، وقد يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن يا جماعة الخير ساعدونا لنساعدكم. يعني من أراد أن يحضر أمام القاضي، يقولون بالإنجليزية والفرنسية، من أراد أن يقف أمام القاضي فليقف ويده بيضاء ويده نظيفة. عندما يأتي ويكون فضائح كهذه الفضائح سيصبح حالنا كعرب كما هي حالنا في كثير من الأحيان عندما نناقش الأنظمة العربية. في كثير من الأحيان أكون يعني لا أتكلم، أسمع الإخوة يتناقشون، لم أرى واحدا يدافع عن نظام معين. كل الحجج التي تستعملها ليدافع عن هذا النظام أنه أسوأ من الآخرين. يعني حصلت معي، كلكم يعرف أن توفي ابني وكان عمره 15 سنة، وبقينا حوالي أسبوعا كاملا في العزاء. في العزاء يأتي من جميع الناس، وكل النهار يعني يقرؤون القرآن، بعض الشيء يتحدثون، ومن ثم ينقلب كعرب يتحول الحديث إلى حديث سياسي. وأنا أجلس وأستمع، ولم أرى واحدا يدافع عن نظام معين لأن هذا النظام جيد أو لأنه نظيف، وإنما فقط أنت تتهم فلان وانظر إلى ماذا فعل الآخر. يا أخي أنا لا أريد أن أستبدل سيئا بأسوأ منها أو العكس. يعني هذه الأمور نحن يعني أنادي جميع من يستمعون لنا الآن، لا أقول للناس صوتوا لهذا الحزب أو صوتوا لذاك الحزب، الذي أقول للناس جميعا بما فيهم أنا وأنتم الثلاثة، لنستعمل عقولنا ولنقيم الأمور، لنرى ماذا يفعل هذا الحزب أو ذاك الحزب، ماذا يفعل هذا المرشح أو ذاك المرشح، لحتى يعرف السياسيون أن هنالك تبعات لما يتخذونه من قرارات. يعني احنا نتوقع انه هذا كما قلنا راح يكون لنا وقفة مع موضوع الاختيار والانتخاب وميزان التقييم بين الأحزاب ومواقفها والعوامل التي تؤثر في الاختيار. وأكيد راح نستعرض في فلسفة التصويت الاستراتيجي اللي حصلت، وهل هي تصويت استراتيجي حقيقي أم أنها تصويت مؤقت ومرحلي وليس استراتيجي. يعني التصويت الاستراتيجي بده حلقة. نعم، وهذا كله إن شاء الله راح يكون عندنا حلقة ونتحاور فيه. وبالتأكيد إحنا نستعرض الآن الحزب الليبرالي، وهذه محطة مهمة جدا من محطات الحزب الليبرالي، ونحن نتحدث عن تغيرات في الحزب الليبرالي في السابق. يعني كأننا نستعرض يعني حال الحزب الليبرالي بين فترتين، فترة ترود الأب وترود الإبن. فربما في تلك الفترة التي سلط عليها الأصدقاء الأعزاء الكرام ربما الأمور التي تنير فضاء وسماء كندا إلى اليوم، منذ كان ترود الأب، والآن نتحدث عن بعض المنغصات ونتحدث عن بعض الشوائب، وربما هذه الشوائب أحيانا تزيد وتظهر على السطح فتكون أمام القضاء والمحاكم. فهذا استعراض سريع، ربما في الحلقة القادمة نستكمله بالحديث عن الأفكار ومواقف الحزب من عدة نواحي في الدولة، وأيضا علاقة الحزب مع المجتمع العربي والقضايا العربية. أستاذ محمد، للتوضيح فقط، أنت قلت نتحدث عن الأب والابن. نعم. ولكن لا تنسى بين الأب والابن هنالك المسيحي جون كريتيان. نعم. نعم. وكان رئيسا للوزراء، وكان انا اتحدث جون كريتيان كان له دور مهم كذلك. يعني نحن لا نتحدث فقط عن الاب والابن، لا انا جون كريتيان بينهما. نعم، انا اتحدث يعني من الى هكذا طبعا. نعم، اتحدث من الى. طبعا انا بدي احكي للدكتور رائد، وصل تعليقك دكتور، انا حتواصل مع الاستاذ حسن وحنساله وحوصله معك اذا في اي شيء. بس دكتور رائد سال سؤال. اول شيء كالعاده احنا بنشكر الجمهور، مش حنشكر الضيوف لانهم مش ضيوف، هم اهل بيت، نقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. شكرا شكرا، مش متشكرين وفخورين فيكم دائما وبما تعطونا من معلومات إيجابية ومعلومات موثقة. بنذكر الجميع أنه حلقتنا الأسبوع القادم بنفس الوقت حتكون عن الحزب الليبرالي في حلقته الثانية، وإن شاء الله نقدر نغطي، إذا ما استطعنا حنحاول إنه نشوف كيف نغطي حلقة ثالثة. بعرفش إذا في حدا عنده زيادة في التعليقات أو شيء نسيناه. يعني لابد من الإشارة إنه جوستان تروديو كان انتخب على خلفيات عندما تعب الكنديون بمعظمهم من ستيفن هاربر، وكان لنا آمال كثيرة عليه بما فيهم أنا شخصيا أخفقنا في هذه الأمال. إن شاء الله خير إن شاء الله خير. أنا حابب أذكر بالحلقات اللي القادمة. اليوم إن شاء الله مساء حيكون عندنا حلقة الساعة 9 برنامج رؤيتها مع ميسون منصور. غدا حيكون عندنا 3 حلقات الساعة 5 حتكون الحلقة السادسة من التحضير لاختبار الجنسية الكندية. الساعة 7 حيكون عندنا حلقة مميزة مع سالم جديفات في جمال تطوع مع إكرام. والساعة 9 إن شاء الله حيكون عندنا جمال الفلكلور والعمارة في مدينة دمشق أقدم عاصمة في التاريخ. كونوا معنا في 3 حلقات متميزة يوم غدا والحلقة اليوم، ونقول لكم نستودعكم الله وكل عام وأنتم بألف خير. مرة أخرى شكرا للجميع وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونراكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. كل عام أنتم بخير جميعا، أسعد الله مساءكم. كل عام وأنتم بخير.